السلام عليكم الزول الفلاوان، الحمد لله راكم كاع بخير اليوم. على بالي بلي راهي فوق 12 تاع الليل، بصح غالب على بالكم رانا في الدوار، وفي الدوار لا كونيكسيون ما تمشيش مليح، بصح معليش. دونك الحمد لله جيسبيغ بلي شفتوا لا فيديو اللي درناها لو 12 نوفمبر 2018، يعني هذه لا فيديو اللي درناها في سويسرا، اللي درتها في يوتيوب وفي لاباج اليوم. هذيك درناها 12 نوفمبر كما كنا في سويسرا، كما درنا اللايف يعني باللي في سويسرا ربي يخبو ترى بدا الغاز من 81، وما بغيناش نديروها في هذاك الوقت باسكو على بالكم حنايا ما بغيناش نديرو المشاكل. بصح غادي نشوفوا بلي هذا النظام فاسد ما باغش يحشم. هذا النظام فاسد مازال راه يكذب على الشعب الجزائري، وراه يقولوا بلي راه يسير في البلاد وما يسرق ما والو. على بالكم بلي من 81 هذا النظام فاسد راه يسرق الدراهم تاع الغاز ودورو ما يدخلش الخزينة الجزائرية من 81. لا با ان دولار كي رونتر دون لي كيس دو ليتا اي كي بروفيان دي كونترا دو غاز، نوتامون لو غاز كي باس بار لا تونيزي اي ليتالي دوبوي 1981. دونك سمعتو بلي بداو يصطفقو، بداو يخافو، راهم يقولوا بلي نكاز راه يخرج في الدعايات، وهذه هضره ماشي صح، وكان حتى يعني غاز اللي يخرج من البلاد اللي ما فيهش فاتوره. دونك نبين لكم واش راه كاين. دونك في هذه الشركه اللي راهي في سويسرا يسموها مدينه لوغادو، شركه يسموها سامكو، شوفوا مليح سامكو فيليال دو لا سونطراك اون شارج دو لا كوميرسياليزاسيون دو غاز، كما سمعوا اون شارج دو لا كوميرسياليزاسيون دو غاز. ماشي انا نقولها، سي دون توت لا بريس بارتو تقراوها، كاش مشكل دو باغ فرنسا على بالكم بلي فرنسا دبري بزاف ديال لا مافيا اوزين نوفيل مي كل جريدات تاع الامريكان تاع انجليز تاع طاليان اي جريده تسيبوها ويقول لكم باللي سامكو هذه الشركه بين مافيا تاع ربعين سراق والطاليان، شركه تاع الياس بوحيدي هي تتكلف بالبيع تاع الغاز، يعني كاع لي كونترا تاع الغاز سامكو هي اللي تسديهم، ماشي سونطراك، ماشي سونطراك. بعد فهموا مليح، سونطراك ما تسدي والو، تسدي البترول، بصح الغاز والو، الغاز دراهم تاع الغاز لا مافيا يقسموه بيناتهم ويخبوه في الطليان في سويسرا، ومن بعد يخبوه في بلجيكا في الماريكان في لبنان في الامارات ويريها. هذه هي لا مافيا. على هذا الشيء حبسوا الانتخابات باسكو على بالهم لو كان واحد الرئيس جديد يجي يكشفهم، ومن بعد يقولوا دراهم وراهم دراهم تاع الغاز وراهم. هما ديما يهضروا على البترول بصح عمرهم ما يهضروا على الغاز، باسكو الغاز درهم مخبيلهم في سويسرا. وشفتوا واش درنا اليوم في هذيك لا فيديو اللي درناها لو 12 نوفمبر 2018، ماشي اللي نهضر، الكوطابلي تاع الشركه سامكو هو اللي يقول باللي يقسموا درهم 50% طاليان و 50% لا مافيا تاع 40 سراق. انا ما قلت والو، اسمعوا برك واش راه يقول هذا كونطابلي تاع الشركه يسموها سامكو، وكاع لي كونترا تاع الغاز يدوهم هما ويقسموهم على مافيا تاع طاليان. يا جماعه على بالكم راني في الدوار، دوك مانيش مخبي روحي في باريس ولا لندن ولا في الماريكان ولا مش عارف وين، راه هذه الهضره دوك كلها لكم في دوار. واللي راه يقول باللي نكاز رشيد راه يكذب، معليش محكمة ماهيش بعيدة وراني هنايا، وكان كل أدلة كل أدلة. دوكا نقول لكم باللي فرنسا ما تخلش الغاز، طاليان ما تخلش الغاز، اسبانيا ما تخلش الغاز، والماريكان ما يخلص البترول. ونفهمكم علاش. هيا بسم الله نبداو بفرنسا، نقول باللي فرنسا يموتوا عليها. بسم الله، توات غاز جاي في أضرار، بارتنرشيب نقولها لكم بالإنجليزية. الجزائر عندها 35%
بيد الغاز الطبيعي بيد ولاية أضرار. وفرنش كومباني يعني شركة فرنسية جي دي اف غاز دو فرانس عندها 65% حتى 2043. شوفوا بعينيكم دونك توا غاز اون الجيري اجي هي الاسم تاع غاز دو فرانس اليوم بدلوا الاسم يسموه دونك شركة يسموها اجي لا سوسيتي سابيل اجي دونك عندها 65% ومن 2017 حتى 2043 وهذا كونترا سيدياوه في 2002 وفي هذاك الوقت شاكيب خليل كان عنده زوج كاسكيتات كان رئيس شركة سونطراك ووزير الطاقة فوالا دونك هذه سموها فرنسا نبداو بها بسم الله بعد نزيدو مع اسبانيا هذه الصفحة الرسمية تاع اسبانيا يسموها شركة ريبسول ريبسول كيما سونطراك تاع البلاد في اسبانيا يسموها ريبسول ريبسول فرحانين شوفوا يقولوا واش عندهم في بوغزول في رجال في إليزي دونك نفهمكم واش عندهم في إليزي رجال ما عندهمش بزاف ها شوفوا بعينيكم بعد فهمكم بيان كما يفهم راه رجال رجال ريبسول عندها 29.25% دونك 29.25% اوكي بس شوفوا واش عندها في إليزي هذه الشركه الاسبانيوليه إليزي عندها 52.5% طاليان إيدل عندها 27.5% وغاز دو فرانس تاع فرنسا سويس عندها 20% دونك هيا نحسبوا 52.5 زيدوا عليها 27.5 زيدوا عليها 20 طاحت 100% سونطراك شوفوا شحال عندها سونطراك 0% يعني اسبانيا كي عندها 52.5% يعني معناتها باللي الغاز باطل تجيب الغاز باطل بالإليزي والغاز باطل بالرجان راكم تسمعوا إليزي رجان اسبانيا تشرب الغاز تاعنا باطل الى الممات حتى ما يبقى والو فرنسا كيف كيف تدي الغاز بالاضرار باطل والو نزيدو نكملو مع الطليان بسم الله هذه فادي جريده دونك الصفحه الرسميه تاع طليان يسموها ايدي ايدي كيما سونطراك تاع البلاد هيا بسم الله وين عندهم الغاز حاسي بركين شوفوا واش عندهم ايدي 75% سونطراك 25% فوالا و لو بلوك اللي عندهم يسموه بلوك 405 بي فوالا هذا هو ايدي الو هذا هذه القضية تاع ايدي دوك نفهمو بوصار على بالكم باللي هذا الحاسي جاي فيه حاسي برك هذا ايدي اسمو بنزل لجبات است دوك نعطيكم بعضهم هذه الجريدة سي جون افريك جون افريك على بالكم باللي دبغي بزاف نظام فاسد تاع البلاد جون افريك دوك ايدي عندها 75% بل 2008 وعلى بالكم بلي هذا الحاسي واحد يعني هو الثالث في الجزائر اللي تري امبورطون ونفهمكم وسرا كيس كي سي باسي في حاسي بركي هذا الحاسي بكري كان ماهوش تاع ايلي حتى 2008 تاع الشركه تاع كندا يسموها كالغاري بتروليوم وهذا الرئيس تاع هذه الشركه صاحب شاكيب خليل في 2008 بغى يبيع هذا الحاسي هذا صاحبه قالوا لا 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 ما تبيعش خلي حتى نسيب لك واحد ومن بعد بيعه واسرى شاكيب خليل تفاهم مع الشركه الطليانيه ايدي اللي عندها كما قلت لكم 50% كاع لي كونطرا تاع الغاز كاع
وما كانش خالي هذاك الحاسب ماشي غالي بزاف 600 مليون دولار 600 مليون دولار يعني حاجه قليله نعطيكم ما تفهموا مقارنه ما تفهموا وتقدر السراق تا وتقدر اللي خدع الجيش اللي سرق 10000 مليار سنتيم جزائري يعني طاحت مليار دولار سرقها بالسونطراك وسرقها بالجيش شكيب خليل باع هذا الحاسي 600 مليون دولار وتقدر سرق مليار دولار يعني لا مواتية نص من السرقة تاع وتقدر يعني بتفهموا ونوصلنا وهذه صارت 2008 شكون اللي كان وزير أول أحمد ويحيى وكي باع هذا الحاسي 600 مليون دولار هو طولو تشيبا 41 مليون دولار هذا شكيب خليل مش اللي نقولها محكمة تاع ميلانو في الطليان يعني من هذاك الوقت من 2008 طليان عندها الغاز بطل بطل غراتوي فهمتوني غراتوي ما تخلص والو وعلى بالكم باللي تيو اللي يروح لطليان يفوت على تونس وشكون يكونترولي شكون يدو الغاز بطل نورمال ممكن حتى واحد يهضر معاهم دونك مثلا نزيد نكملكم على الماريكان هيا بسم الله أروزي بسم الله واحد شركة يسموها أنا داخكو على بالكم بهذه الشركة صافي 30 سنة ما عندها حتى كونترا كونترا الأول اللي كانت عندها في الجزائر أوكي راه شوفوا وثرة على جال شكيب خليل على جال شكيب خليل الجزائر خلصت مخالفات تاع 6 بلاير و 400 مليون دولار على جال هذا شكيب خليل باسكو دار واحد الغلطه دارهم واحد ضرائب الداكس وهذيك الداكس غير قانونيه كيما دوكا راه بيحكموا بالطريقه غير قانونيه غير دستوريه ربي الفيل يدرس ولا كيما هو دارها اكسبري هذا اكسبري هذه الداكس دارها في 2006 يسموها لا تاكس سور لي بروفي اكسبسيونيل اي بعلاج هذه لا تاكس يديروها غير قانونيه الجزائر خلصت 6 بلاير و 400 مليون دولار بس شوفوا الصرف هذه شوفوا الصرف هذه الشركه الامريكيه شكات بينا وين شكات شكات في باريس في باريس و شكيب خليل داروا هذه العفسه قالوا آه لا لا لازم ما نفوتوش في المحكمه باسكو لو كان فوتوا المحكمه نزيدوا نخلصوا بزاف وهي اكسبري هما تفهم هذه الشركه مع الرئيس هذه الشركه انا داركو باسكو صاحبه حبيبه يعني الجزائر خلصت مخالفات تاع 6 بلاير و 400 مليون دولار وشوفوا شنو خلصنا فالي زدنا لهم 25 سنه الكونترا شوفوا مليح Anna Darko développe un partenariat avec Sonatrach. Donc le prévoit de prolonger la licence d'exploitation à 25 ans à compter de la date initiale de la conclusion du contrat, c'est-à-dire 2012. Yarli, l'American, Hadi Sharika, Amerikia, Radhal Petrol Battle, Hattel Elfin, Useba, Othlafin. Comme ça me plaît. فرنسا عندها الغاز باطل بالأضرار حتى 2043 إسبانيا عندها الغاز باطل إلى الممات مع الغاز تاع إليزي طاليان عندها الغاز باطل إلى الممات على جال الغاز اللي عندهم في حاسي بركين والماريكان عندها البترول باطل حتى 2037 على جال بترول اللي عندها في واحد الحاسيس سموه البرك اللي عندهم مع الشركة من دنمارك اللي عندهم نخلص لهم المخالفات يعني يا جماعة ودو كان نوري لكم هذا التقرير الرسمي ياكم تشوفوا جمهورية جزائرية ديمقراطية والشعبية وزارة المالية شوفوا واش داروه 3 مايو 2006 هذا شكون اللي داروا هذا التقرير الرسمي قضيه تاع وتقدر بين 2001 و2005 هذا التقرير الرسمي شكون اللي داروا
وزير سابق اللي كان فادي رئيس المجلس الدستوري سي مراد بدرسي، واش قال؟ قال باللي كي وتقدر كان رئيس الشركه بي اف سي، شركه نص امريكيه ونص جزائريه، سرق من وزاره الدفاع ام دي ان مينيستير لا ديفونس ناسيونال ومن شركه سونطراك 10,000 مليار سنتيم. سونطراك جزائريه يعني 1 مليار دو دولار اون سور فاكتوراسيون. كنتم سمعوا مليح ولا لا؟ يعني اليوم هذا الانسان اللي رايحكم في الشركه سونطراك هو اللي سرق منها كي كان رئيس شركه صغيره بي ار سي شتو بيسان لا ديفونس ناسيونال سونطراك. وبيديروا كاع ديتاي با ديتاي، سرق 10,000 مليار سنتيم جزائريه. هذا تقرير رسمي مش هذا اللي درتو الوزير الماليه السابق سي مراد بدرسي. فوالا ودير لكم في لاباج كلشي كلشي باين راكم تشوفوا بترول غاز اكسيتيرا اكسيتيرا. فوالا واليوم هذا الانسان راه يحكم في الشركه الوطنيه يسموها سونطراك. هذا فيه كاع لي ديتاي كاع لي ديتاي كاع لي ديتاي راكم تشوفوا ديتاي با ديتاي. Bon bref. يا جماعة سمعت البارح واحد الإنسان اللي كان مسؤول في سونطراك في الجزائر نيوز قال بلي نكاز رشيد راه يطلق في الدعايات. هذه الأولى. ومن بعد اليوم واش سمعت؟ سمعت فادي مسؤول بسونطراك قال بلي أي غاز اللي يروح للخارج يبيعوا الخارج يكون عنده فاتوره مع الديوانه. يا جماعه يا جماعه على بالكم هذا الغاز مين راه يفوت مين؟ الاغلبيه من الغاز الطبيعي اللي راه يتباع للخارج يفوت بالتيوات تحت الصحراء ومن بعد تحت البحر المتوسط. دونك لو غاز كي فوندو ا ليتروجي باس بار لو ديزير الجزائريان dans les gazoducs et ensuite sous la mer Méditerranée. Fais-moi dire quelque chose, ya jma. Hadi diwana, واش عندهم؟ عندهم tenue spéciale, yani عندهم combinaison de plongée, yani يلبسوها ومن بعد يهبطوا تحت الماء ويكونترولوا التيوات هذو اللي يروحوا لفرنسا واسبانيا وايطاليا ولا كيف؟ يا جما هذو الناس راهم يتمسخروا بينا، هذو الناس راهم يتمسخروا بينا. يعني الديواني عنده tenue تاع باه يصيد الحوت ويهبط تحت البحر ويشوف يعني التيول الغاز شي يفوت منه. المخدرات اللي بتجوا من المغرب وما تقدروش نحبسوهم بقى الغاز اللي يفوت تحت الصحراء وتحت البحر. يا جماعه هذو الناس راهم يتمسخروا بينا وهكاك عيلالي ليا وهضرها بالفرنسويه وقال لهم بلي الغاز اللي راه يتباع للخارج ديوانه يفوتوا عليه وعندنا فاتوره تاع الديوانه. مشي شفتوا الهضره تاعهم ولا لا؟ يتمسخروا بينا وبيكم نورمال عادي عادي. يا جماعه هذو الناس كارثه. السراق هو اللي يحكم في الشركه سونطراك، هذا مسؤول اللي راه يهضر راه يقول باللي امبوسيبل الغاز يتباع يروح للخارج بلا ما يتباع بلا فاتوره. يا جماعه هذو التيوات راهم تحت الصحراء وتحت تحت البحر، شكون يكونترولي؟ شكون يكونترولي؟ ما كان حتى واحد. يا جماعه وبينت لكم كل شيء، يا والله هذا الغاز راه يروح باطل، فرنسا راهي تشرب الغاز باطل، طاليا باطل، اسبانيا باطل، والمريكان راهي تشرب البترول تاعنا باطل. وتعرفوا علاه يدوه باطل ولا لا؟ هذا النظام فاسد انتيليجون، صح عندو الانتيليجونس تاع الفساد تاع الشر. باه فرنسا ما تهدرش، باه طاليان ما تهدرش، باه اسبانيا ما تهدرش، باه الامريكان ما تهدرش، بعت لهم كاع الصحراء. ملي جا هذا الرئيس من 2001 و2002 بداو يمدوا كاع الغاز والبترول الامريكان فرنسا طاليان انجليز وهي رايحه. باه يعني يسكتوا
باه ما يهضروش، باه نعطيكم مثال، حبسوا الانتخابات، الدستور عفسوا عليه، ما كان حتى واحد يهضر. اسكو سمعتوا امريكا تهضر؟ اسكو سمعتوا فرنسا تهضر؟ اسكو سمعتوا ايطاليا تهضر؟ اسكو سمعتوا اسبانيا تهضر؟ واحد ما يهضرش باسكو كاع يسالوا في البلاد وكاع شراوهم، كاع شراو سكات تاعهم. على هذا الشيء يا جماعه، لو كان ما ديروش الضغوطات، هذا النظام فاسد، بيرجعوا دستور، بيرجعوا الانتخابات في وقتهم، نقولها لكم بالضكا، يا والله الاسرار باطل في بلادنا، يا والله الاسرار باطل في بلادنا. باسكو هما راهم خايفين لو كان واحد رئيس جديد يجي ويكشفهم. كما قلت لكم هذه الشركه في سويسرا، شركه سامكو اللي عندها كاع لي كونطرا تاع الغاز، ودورو ما يدخلش البلاد، راكم تسمعوا، دورو ما يدخلش الخزينه تاع الجزائر الى دراهم تاع البترول بيدخلوا، بصح دورو ما راهش يدخل تاع الغاز الجزائري. ولو كان راضي يكذب نديرو تحقيق، هيا بسم الله بينوا لا دراهم مين راهم يجوا وين راهم بال 1981، باه الشعب الجزائري يشوف بعيدو ديتاي باغ ديتاي وين راهم هذو الدراهم، دراهم تاع الشعب الجزائري تاع الشهداء ربي يرحمهم، ديتاي باغ ديتاي بكل شفافية. يا جماعة ما تخلوش هذا النظام يكذب عليكم وبينت لكم ديتاي باغ ديتاي بلي هذو الناس فاسدين وراهم خايفين لو كان يجي رئيس جديد يكشفهم. بصح نقولها لكم ديريكت، حنا نكشفوهم بس غادي نسمحوا لهم، فهمتوني؟ باسكو هذو الناس كابابل يقتلوا 5 ملايين جزائري نورمال عادي، فهمتوني ولا لا؟ نكشفوا بس غادي نسمحوا لهم ونبنوا على جديد ان شاء الله. اسكو سمعتوا نهار برك واحد راجل سياسي جزائري او من النظام او من المعارضه يهضر على لي كونترات غاز هذو؟ مستحيل، امبوسيبل. باسكو علاه؟ راهم كاع اليد في اليد، كالمعارضة كالنظام. اسكو سمعتوا واحد خبير اقتصادي يهضر على لي كونترا؟ امبوسيبل. ولا استاذ جامعي؟ امبوسيبل، باسكو راهم كاع ياكلوا في مرميته واحده، فهمتوني يا جماعه؟ اسمحوا لي بصح اي انا يا برك اللي هضرتكم لي كونترا ديال الغاز بال 2014 ما كان حتى واحد يهضركم. ونزيد لكم الغاز الصخري راهم يخرجوه بالاول جونفي 2018 مع الشركه الفرنسيه توتال، راكم تسمعوا؟ شركة فرنسية توتار راهم يخرجوا في الغاز الصخري بالتيميمون من أول جانفي 2018 وكاع راكم ساكتين، كالمعارضة كالنظام كالحقوقيين، واحد ما يهضر، أنا نهضر برك. على بالكم بلي ممنوع الغاز الصخري في فرنسا، ممنوع من 2011 بصح في الجزائر راهم يخرجوه، يعني راهم يخبجوا في الطبقة الجوفية الجزائرية. يا الشعب الجزائري نقولها لكم ديريكت، فرنسا ما تدخلش الغاز، ايطاليا ما تدخلش الغاز، اسبانيا ما تدخلش الغاز، امريكا ما تدخلش الغاز، وشكون اللي راه يخلص؟ الشعب الجزائري. نقولها لكم ديريكت، لو كان بغيتوه بلي هذا النظام فاسد يستعقل ويدعل ابليس، لازم كاع كيما رانا ما نزيدوش كاع نخلصوا التريسيتي والغاز، راكم تسمعوا؟ ما نزيدوش كاع نخلصوا التريسيتي والغاز، كيفاه اجنبيين باطل والشعب مسكين فقير يخلص الغاز والتريسيتي؟ حبسوا الغاز، خبسوا الترسيتي، وخليهم يشوفوا واش يديروا ويعيطوا بالخارج يقولوا واش راه صاري، ولازم نبلوكوا الغاز اللي راه يروح للخارج ونبلوكوا البترول اللي راه يروح للخارج. فوالا جماعه، تهلاو في روحكم، السلام عليكم، وليدكم سعيده.